وانجي علي بضيافة قطع الرجالة، مع انه ما حبت كتير العنوين، رح اعرف ليه اكتر منها، بس بالاول اسمحوا لي رحب فيها. مساء الخير. مساء الخير راغدة شلهوب. راغدة ازيك يا انجي؟ الحمد لله always good. يعني صارت الفرصة كتير سريعة وقريبة اتعرف عليك هيك عن كثب وعن قرب. انا عايز اقولك لحاجة، انا مبدئيا بحبك من وقت 100 سؤال حبيبتي. وقلتها ما كلموني للبرنامج، وبشوف ان انت مذيعه مثقفه. شكرا. ليكي طريقتك، ليكي الستايل بتاعك، وانا بحب ده قوي، بحب ان كل واحد يبقى ليه شخصيته. يا الله شو حلو، خاصه شهيده من زميلي. لا والله كمان بجد، يعني انا شجع دايما اللعبه الحلوه. شكرا يا بجد. حبيبتي شكرا. وبس اول لما جيت طبعا سالتها عرفت منها، قلت لها اسمك راغده ولا راغده؟ فقالت لي راغده. فلو لخبط لا خليكي على راحتك. احنا اليوم بهالدردشه الحلوه انا وانت رح نفتح قلبنا ونحكي بكل الامور. ليه قلتي لي ما حبيت العنوان؟ بمنتهى الصراحة ما بحبش، يعني أولا أنا كنت بقرأ الاسم غلط، بقالي فترة طويلة جدا كنت بقرأ. في ناس بيقولوا لي قطعوا، يعني هتقطعيهم؟ قطعوا رجالة أو قطعوا رجالة، ما كنتش عارفة خالص اسم البروجرام لغاية ما عرفت أكشي امبارح إن اسمه قطعوا الرجالة. قطعوا الرجالة، الكلمة دي تقيلة قوي عليا مبدئيا، عمري ما قلت قطعوا دي، فيعني شوية جديدة، بس عارفة إن قطعوا الرجالة يعني طز في الرجالة أو بلاها الرجالة. فأنا دايماً ما بحبش فكرة التعميم بالظبط، يعني زي ما في رجالة قطعوا فعلاً، في رجالة أكيد لذاذ جداً وفيري نايس وتشارمينج، وفي رجالة حنينة، لأن الراجل في النهاية هو أبويا، هو أخويا، هو صح. ابني، هو حبيبي، هو جوزي اللي أنا اللي اخترت أن أنا أتجوزه، فما أقدرش أعمم أقول كده. واللي ندمت بعد فترة أن تجوزته؟ لا عمري ما ندمت، أنا جوزت مرتين بس عمري ما ندمت. معي لهذا الموضوع رح يكون له تفاصيل مهمة بحلقتنا. بس هلأ بدي أتعرف عليك أكتر. نحن بنشوف هالمرأة الجميلة المثقفة اللي بتطل على الناس برقي، إذا بتسمحي لي كمان أولى بين مزدوجين. من داخلك، من جواتك، توصفي نفسك ازاي؟ ده سؤال صعب جدا. كست، انا ست بشوف نفسي حد حنين قوي، نقطه ضعفي اكشلي الحنيه. يعني لو لقيت مثلا راجل، اكتر حاجه بتشدني فيه طريقته وحنيته، احب قوي الراجل الحنين، وبحس ان دي بقت حاجه صعبه انك تلاقيها دلوقتي. هتستغربي لو قلت لك اني ما بحبش البني ادمين، لا الرجاله ولا الستات اللي يقول لك ده راجل قوي. قوي اللي هو انا جامد قوي، ما فيش حاجه تاثر فيا وما بعيطش وما بتاثرش. انا اي هيت ذس كايند اوف مان، او اي هيت ذس كايند اوف وومن برضو. يعني الاثنين راجل وست. ليه بقى؟ لان في النهايه انت بني ادمه، يعني لازم تتاثري زي ما انت يومك كله بتضحكي وبتتعصبي وبتعيطي كل حاجه. برضو انت كبني ادمه كده فيكي انك تتاثري وانك تحبي وانك تضعفي وتعيطي وانك تبقي قويه وانك عندك نقط ضعف. يعني انت بني ادمه، ربنا خلقنا بني ادمين. فانا بالنسبه لي بحب، يعني لما تقولي اوصفيني، سؤال صعب طبعا جدا، ما اعرفش، اعتقد ان الاخر ممكن يوصفني اكتر. بس انا بحس ان انا متسرعه، وده عيب طبعا مش صح، بحاول اهدى. متسرعه باتخاذ القرارات يعني؟ جدا اكشلي. دلوقتي هديت شوي، زمان شقيه جدا متسرعه جدا. اليوم اهدى بسرعه. اهدى اليوم، صرت اهدى. اهدى كتير. انجي، شو الاهم بالنسبه لك، الجمال ام الثقه بالنفس؟ لا، الثقه. الثقه بالنفس بتخليكي حلوه. بس لو واحده جميله وما عندهاش ثقه في نفسها هتبقى بهتانه جدا، وبعد شويه حلاوتها هتزهقي منها. لان الحلاوه على فكره ده شيء نسبي برضو. يعني ممكن حد يشوفك حلوه، ممكن حد يشوفك مش حلوه، ممكن حد تاني يشوفك نص نص. فهو كل واحد بيشوف بعينه، وخصوصا لما حد بيكون بيحب بيشوفك بعين مختلفه تماما. فانا بشوف ان الجمال نسبي، في ناس بتحب البلوند، في ناس بتحب برونات، في ناس بتحب، يعني الاذواق نسبيه. كنت لسه بتكلم مع مامي اكشن امبارح في الموضوع ده. بقول لها انا بحب البرونات جدا، بحبش البلوندز خالص، رجاله وستات. فبتقولي غريبه، قلت لها انا بحب السمر. مثل ما بتقولي الجمال نسبي، ومعك حق، ثقه بالنفس او ثقه بالذات بتخلينا بتزيدك حلاوه، بتزيدك جمال. طبعًا. الثقه بالنفس بتخلينا نقول احنا مش فارق معانا كلام الناس، اللي احنا عاوزينه نعمله. صحيح؟ لا